السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شانيل أوف سوسو. اليوم غادي نقدم معكم واحد الوصفة كتجي رائعة بالدجاج. الوصفة هذه وصفة ديال المملحات على شكل ضفيرة بحشوة ديال الدجاج والبصلة، كتجي زوينة وكتجي لذيذة في المذاق بلا بات فوتي. تابعوا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير، وفي نفس الوقت غادي نستعرض عليكم المقادير. انا عندي تقريبا نص كيلو ديال الدجاج، كما كتشوفوا كنقطعوا قطع طراف صغيورين، دي بتي مورسو مرصوات صغيورين. من بعد درت شويه الزيت في المقله وضفت فيها هذاك الدجاج ديالنا، وغادي نخليه يتشحر شويه في هذيك الزيت. من بعد زدت عليه البصله وحده كبيره، قطعتها على شكل كيما نقولوا قطع طوال. زدت عليها شويه الملح، شويه البزار، شويه سكينجبير، وشويه الخرقوم. من بعد ملي تشحر لي الكل كامل، تشحروا مزيان، زدت عليهم ثلاث ملاعق كبار ديال لا كريم فريش، القشطه الطريه، صافي، وخليتهم يطيبوا. كما كتشوفوا ملي طابوا غادي نخلي الحشوه ديالنا شويه تبرد. بين ما وجدت الورقه ديال لا بات فوتي هنايا، انا غير شريتها ما صايبتهاش، مابقاش ليا في الحقيقه الوقت باش نصايبها. لاباتي فيتي هنايا خديتها على شكل دائري، والحشوه كما كتشوفوا انا غادي نضيف الحشوه كما كتشوفوا في الوسط ديال الورقه بهذا الشكل. راه الفيديو موضح لكم كل شيء، وغادي ندير الحشوه على شكل طولي. كما كتشوفوا انا ضفت هنايا الحشوه بكثره، يعني باش تجي شويه الورقه هاد لاباط فيتي تجي شويه عامره وتجي طالعه، ما تجيش خاويه، يعني حاولوا تعمروها شويه. من بعد كما كتشوفوا ضفت الفرماج محكوك، عندي فرماج غابي كما نقولوا الفرماج المبشور. هنايا كما كتشوفوا انا كنقطعها اشرطه طويله من الجوانب باش تجينا بحال الشكل ديال الضفيره ملي كتبداو تضفروا. كان الاشرطه غادي نخالفهم، وانايا كان بحال ملي كنضفروا الشعر بحال هكاك تقريبا. كما كتشوفوا راه الفيديو راه بين كل شيء.
الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي، كتجي لذيذة، كتجي رائعة، وكتجي زوينة في المنظر، والمذاق ما نقولش لكم، كتجي لذيذة بزاف، وكما كتشوفوا سهلة في التحضير. الطريقة راها سهلة، انا غادي نقطع لكم واحدة باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي زوينة، كتجي طيبة، كتجي مقرمشة من الفوق. هانتوما هي الشكل النهائي ديالها من الداخل، كتجي زوينة بزاف. ونتمنى هاد الوصفة تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الدعم ومن الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر باش يوصلكم جميع الوصفات والفيديوهات ديالي اللي كنزل. ما تنسونيش من جيم، وما تنسونيش من لايك 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 لايك. ونقول لكم الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.